زكريا دراوي، زكريا دراوي كرة هدف صعبة صعبة، ريع من بالخير الريع الجميلة ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج، يلعبها قصيرة جميلة مع بالخير، ريع بالخير، هذا خطير بالخير، ممتاز بالخير، ريع بالخير ثم هيئ كرة بالرجل اليسرى تسددها ولكن بوحلفة يا ريع. ورقتان بالنسبة لي المدرب عزيز عباس، هاي كرة لمصلحة الشباب داخل منطقة العملية، بوحلفاية ماذا يقول؟ كرة هذه شباب بالوزداد تنفس الصعداء بعدما اصطدمت الكرة بالقائمة الأيسر، يلعب مع الحاج بوقاش، التسديدة من عايب، يا سلام يا سلام يا الله، قوية هذه التسديدة، قوية من أكرم دمان الذي أصبح هو القائد بمجرد دخول أكرم دمان، هذا اللاعب السابق لجمعية أولمبي شلفت، هم بالخير اللاعب السلبي من عناصر شباب الوزداد، يتريتون وينتظرون، يريدون أن يجدوا الحل، يا سلام، ارتمى راسية ولا في الأحلام، ريعة ممتازة ضربها زكريا دراوي ولكن بوحلفاية يسر، بوحلفاية وكأني بيقسم بأن يطلب الكرة، هل يوصل؟ هل يواصل التوغل من وضعية التسلل؟ يقول حكم المباراة والذي يأخذ على عاتقه مهمة التسجيل، يا سلام يا سلام على بوحلفاية، يا الله مرمى هذا بوحلفاية، صد كرة سلي وضاعت الكرة الأخيرة، إن خرجت إلى الركنية ستكون الركنية الأخيرة مرفوعة، وبوحلفاوي يخرجها، آه إن على الكرة، آه إن على مكر الكرة، آه إن على جون كيسينا في